السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوانا أحبابي في الله، هل وقفت مع نفسك وقفة تدبر مع اسم الله أو كلمة الله؟ إذا لم تقف فتوقف الآن. اسم الله هو الاسم المفرد العلم الدال على كل الأسماء الحسنى والصفات العلى. تكرر اسم الله في القرآن 2602 مرة حسب الفهرس المترجم للقرآن الكريم. هو الاسم الذي ما ذكر عند خوف إلا أمنه، هو الاسم الذي ما ذكر عند قليل إلا كسره، هو الاسم الذي ما ذكر عند قرب إلا فرجه، هو الاسم الذي ما ذكر عند هم إلا فرجه، هو الاسم الذي ما تعلق به دليل ضعيف إلا قواه، وما تعلق به مريض إلا شفاء، وما تعلق به مضطر إلا نصره وآواه، هو الذي ما تعلق به فقير إلا أغناه، هو الاسم الذي تستمطر به الرحمات وتقال به العسرات، هو الاسم يؤتى به الحسنات وتدفع به السيئات، هو الاسم الذي قامت به الأرض والسماوات وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هل وقفت مع هذه الكلمات الرقيقات من قبل؟ سأذكر في اللغة العربية الألف واللام والهاء أفضل ثلاث حروف. إذ وقفت وتدبرت في هذه الثلاث تجدهم مأتيون من كلمة الله. سبحان الله، تلاقيهم مأتيين من كلمة الله. معنى كلمة الله هو الإلهاء، الهاء اللي في آخر كلمة الله، يعني يا ربي أنا كل شيء بعمله في حياتي ليك يا رب ولوجهك يا رب، الصدقة التي أتصدق بها لك يا رب، أي شيء أعمله في الحياة أو أفعله في الحياة لك يا رب. اسم الله اسم جليل له توقفات كثيرة، ولكن أنا بختصر لك المفيد. عاوزك في الأجازة تقف مع أسماء الله، والله العظيم أقسم بالله هتغير لك حياتك. لو كل يوم نصف ساعة مع اسم واحد من أسماء الله سبحانه وتعالى، لأي شخص أو أي مفسر لأسماء الله الحسنى، أنا بفضل الدكتور محمد النابلسي. أنت حر، بس أهم شيء أنك تتوقف في الأجازة، أمان عليك، لا تترك أسماء الله، والله العظيم هتغير لك حياتك. في يونت تو بي هابي، انشر سنة دينا. بحبكم في الله. Thank you watching. سلام عليكم.